هنتكلم تحديدا على فيروس الروتا، فيروس الروتا اللي بيعمل نزلات معوية شديدة للأطفال وموجود اليومين دول كتير قوي. إيه هو فيروس الروتا؟ هو أحد الفيروسات اللي بتسبب نزلات معوية شديدة جدا للأطفال. أكتر أطفال بيصابوا بفيروس الروتا بيبقوا الأطفال من عمر 3 شهور ل 3 سنين، دي أكتر فئة عمرية بتصاب بفيروس الروتا، لكن مفيش ما يمنع خالص إنه ممكن يجي للأطفال في أي عمر، يعني هو بيجي في أي عمر، بس دي أكتر فترة عمرية الأطفال بيجي لهم فيروس الروتا. طيب بيتنقل للطفل إزاي؟ إيه مصدر العدوى أو إيه شكل العدوى؟ بيتنقل للطفل من خلال الفم، أي حاجة بتدخل بطن الطفل، وده بيحصل بكذا طريقة. وفيروس الروتا بالمناسبة بيخرج مع البراز بتاع الشخص المصاب. نقول سيناريو، طفل رضيع عنده 6 شهور جاله فيروس الروتا، خلاص كده؟ فالأم بتغير الحفاضة للطفل ده، فلما بتيجي تغير بعد ما بتغير ما بتغسلش إيديها بالمية والصابون كويس، ففيروس الروتا يتنقل على إيديها. تيجي الأم دي تبقى بتحضر أكل للطفل تاني، تروح ناقلة الفيروس ده للأكل، الطفل ياكل هو كمان يجيله فيروس الروتا. السيناريو الأشهر اللي بيصاب بيه الأطفال العيال اللي في المدارس والحضانات. ركزوا معايا، طفل في حضانة وده مثلا بيبي في حضانة اللي هي بتاعة الأطفال الرضع، فطفل الدادة اللي موجودة بتغير له الحفاضة بتاعته وكان الطفل ده مصاب بفيروس الروتا، فالدادة ما غسلتش إيديها كويس بالمية والصابون بعد ما غيرت للطفل ده، وكانت بتحضر وجبة لطفل تاني بتأكله، راحت نقلة الفيروس للطفل التاني. ده سيناريو. أو سيناريو تاني، طفل كبير في المدرسة هو مصاب بفيروس الروتا ودخل الحمام عمل وإيده تلوثت وما غسلش إيده كويس، وبعدين بياكل ساندوتش وإدى لواحد زميله من الساندوتش ده فنقل الفيروس للطفل، وهكذا. يبقى الفيروس بيتنقل من تلوث اليدين أو تلوث الأسطح المكاتب الكراسي الحاجات دي، وان الحاجات دي توصل لفم الطفل سواء بالاكل او بالشرب او بتلوث الايدين او باي حاجه. دي طريقه العدوى، بتتنقل من طفل مصاب لطفل تاني سليم، خلاص. طيب عشان نمنع العدوى ونحمي الطفل نعمل ايه؟ حضرتك لو عندك طفل رضيع ضروري جدا بعد ما تغيري له الحفاضه تغسلي ايديك كويس جدا بالميه والصابون. بالنسبه للاطفال اللي في الحضانات، رجاء يا جماعه الناس اللي بتاخد بالها من الاطفال دول، بعد ما تغيري الحفاضه للطفل اغسلي ايديك كويس جدا بالميه والصابون من طفل للتاني، عشان ما ننقلش الموضوع من حد للتاني. كمان لو طفل كبير عمره 5 6 7 سنين واكبر من كده، علم الطفل يغسل ايده بالميه والصابون كويس جدا جدا قبل ما يخرج من الحمام، خلي دي عاده صحيه موجوده عند الطفل. لو أطفال موجودين في مكان فيه أطفال كتير زي المدارس والحضانات، نهتم بتنظيف وتطهير الأسطح، يعني من وقت للتاني نمسح الأسطح دي بمية وصابون، نمسحها بمية وكلور ونطهر الأسطح على قد ما نقدر، خلاص كده. وطبعا بالنسبة للأكل اللي موجود في البيت، حضرتك بتغسلي الأكل كويس وبتغسلي إيديكي وأنت بتحضري الأكل كويس، وبتغسلي الأطباق وبتغسلي الأكل وبتغسلي المعالق وإيه إجراءات النظافة العادية. إجراءات النظافة العادية بتحمي الأطفال من فيروس الروتا بشكل كبير جدا. ده كده أول حاجة. طيب الحاجة التانية اللي تحمي الأطفال من فيروس الروتا إيه هي؟ تطعيم الروتا. ده تطعيم الطفل بياخده بالفم، هكلمكم بقى عن تفاصيله في آخر الفيديو، بس نتكلم بس عن فيروس الروتا الأول وبعدين هقول لكم التطعيم بيتاخد إزاي. فيروس الروتا قلنا بيتنقل للأطفال إزاي، طب إيه أعراضه؟ أول حاجة، فيروس الروتا فترة الحضانة بتاعته قليلة، تقريبا يومين، يعني الطفل أول ما بيلقط الفيروس بعد يومين ثلاثة تبتدي تظهر عليه الأعراض. عادة أول الأعراض اللي بتظهر بيبقى سخونية، ارتفاع في الحرارة، وبعدها الطفل يبتدي يرجع، ترجيع، قيء، بعدها يبتدي يظهر الإسهال. الإسهال بتاع فيروس الروتا بيبقى شديد، بيبقى مية، الطفل بيعمل براز مائي وعدد مرات كتير، أكتر من 5 6 مرات في اليوم، خلاص كده. تالي رابع حاجة، بيبقى الطفل عنده حالة من الإعياء، من التعب، من الهبوط، الطفل باين عليه الإعياء الشديد. خامس حاجة، الطفل بيبقى عنده فقدان للشهية وبيبقى عنده مغص، في تقلصات في الأمعاء فالطفل بيبقى عنده مغص، تمام؟ دي أعراض فيروس الروتا. طيب فيروس الروتا لو الطفل بقى عنده إسهال جامد وترجيع جامد وما بيعوضش سوائل جامد، احتمال كبير يجيله جفاف. طب إيه علامات الجفاف؟ ركزوا بقى عشان المعلومة دي مهمة. لو طفل عنده إسهال وترجيع جامد، أعرف إزاي إن الطفل جاله جفاف؟ وبالمناسبة الجفاف دي حاجة بتهدد حياة الطفل، حاجة خطر، اوعي تستني لما طفلك يجي له جفاف. طب الطفل ايه علامات الجفاف؟ هتلاقي الطفل لسانه او ريقه بقى ناشف، ما بقاش فيه الريق بتاعه الطبيعي ده،
هتلاقي كميه البول اللي بيعملها، كميه الميه بقت قليله، تيجي تغير الحفاضه للطفل تلاقيها ناشفه او فيها كميه بول قليل قوي مش الطبيعي بتاع الطفل ده. هتلاقي الطفل ده جلده بقى ناشف، بقى جاف، مفيش فيه الليونه الطبيعيه بتاعه الجلد دي، يعني الجلد بيبتدي يفقد الليونه الطبيعيه بتاعته. لو طفل رضيع ولسه فتحه النافوخ بتاعته دي موجوده، هتلاقي فتحه النافوخ دي دخلت لجوه، وهتلاقي عين الطفل غطست لجوه، دخلت لجوه، بقت غائره كده شويه. خلاص؟ هتلاقي الطفل بقى نيمان، بقى مدروخ. كل دي علامات جفاف. لو طفلك عنده اسهال وترجيع وعنده حاجه من العلامات دي، تاخديه وتجري بسرعه على اقرب مستشفى ليكي، ما تستنيش. الجفاف لازم نتدخل معاه بسرعه. لو الطفل جاله فيروس الروتا يا دكتور وعنده النزله دي، خلاص هنتعامل معاه ازاي؟ العلاج في الحاله دي بيبقى ازاي؟ العلاج يا ست الكل ابسط من البساطه. اهم حاجه لو الطفل بيرجع ان احنا نديله حقن او نديله دواء شرب يوقف الترجيع. دي اهم حاجه. سيبك من الاسهال دلوقتي، حط الاسهال على جنب. الاسهال وجوده بيعتبر مفيد الى حد ما، لانه بينظف بطن الطفل. الاسهال بياخد الفيروس من بطن الطفل ويخرجه. فاحنا مش عايزين نوقف الاسهال. انا عايز اعوض السوائل اللي الطفل بيفقدها والمعادن علشان الطفل ما يجيلوش جفاف. فعشان اعوض لازم اوقف الترجيع، عشان لما ادي الطفل سوائل وادي له رضاعه وادي له شوربه وادي له محلول جفاف الطفل ما يرجعهاش. يبقى اول حاجه حضرتك هتروحي للدكتور. الدكتور هيفحص الطفل. لقى الطفل مش ظاهر عليه علامات جفاف، الموضوع لسه في اوله او الاعراض بسيطه، هيكتب لحضرتك حقن او دواء يوقف الترجيع، وهيكتب لحضرتك محلول معالجة الجفاف، المحلول اللي احنا بنديه بالفم علشان نعوض السوائل والمعادن اللي الطفل بيفقدها. وهيقول لحضرتك هتدي للطفل 50 سنتي او 100 سنتي بعد كل مرة اسهال، على حسب عمر الطفل، على حسب عمر الطفل وعلى حسب وزنه. لما تيجي تدي محلول الجفاف للطفل ادهله بالراحة بشويش، يعني تدي معلقة صغيرة وتستني دقيقتين تلاتة، تدي معلقة تانية وتستني دقيقتين تلاتة، تدي معلقة تالتة وتستني دقيقتين تلاتة، لحد ما تدي الكمية اللي هيقولك عليها الدكتور. احنا عادة بندي من 50 ل 100 سنتي بعد كل مرة اسهال. يعني الطفل لو عمل 5 مرات اسهال، يبقى هندي مرة من 50 ل 100، مرة تانية من 50 ل 100، مرة تالتة، وهكذا من 50 ل 100 سنتي، او الكمية اللي الدكتور يقولك عليها بعد كل مرة اسهال. يبقى انا كده ضمنت ان اللي الطفل فقده انا اديته له تاني، اللي الطفل فقده انا اديته له تاني. بالشكل ده احنا في الامان، الطفل ده مش هيجيله جفاف. طب الاسهال والترجيع دول ممكن يقعدوا مع الطفل قد ايه؟ عاده من 5 ايام لاسبوع. يعني الطفل هيقعد يسهل يا دكتور من 5 ايام لاسبوع؟ ايوه. وما خافش؟ لا، ما تخافيش لو الترجيع وقف وانت بتعوضي السوائل للطفل بمحلول الجفاف وبالرضاعه وبالسوائل اللي ممكن نديها للطفل. طب سوائل زي ايه يا دكتور؟ اعملي شوربة رز، اعملي شوربة بطاطس، اعملي شوربة فراخ، اعملي شوربة سمك، اعملي شوربة خضار، اعملي شوربة لسان عصفور. فاهمة حاجة؟ اكل كله مسلوق وخفيف ويبقى فيه سوائل كتير. ده مهم جدا جدا، هيعوض الطفل بالسوائل اللي بيفقدها، وفي نفس الوقت اكل مسلوق هضمه هيبقى سهل على الجهاز الهضمي اللي بيبقى تعبان، والطفل هيستفيد منه قيمة غذائية معقولة جدا. طب يا دكتور ما هو الطفل شهيته بتبقى قليله، اعمل ايه؟ هقول لك الفتره دي حضرتك لازم تكوني صبوره وبالك طويل. يعني ايه؟ ما تغصبيش على الطفل لدرجه انه يرجع، وفي نفس الوقت ما تسيبيهوش لدرجه انه يخش في جفاف. خلي الموضوع يمشي بشويش كده وبالمحايله. ادي معلقه وحبيبي وعشان خاطري، ياخد معلقه واستني شويه وبعدين معلقه واستني شويه وهكذا. خلي وجبات الطفل صغيره، معلقتين ثلاثه، وجزئي على مدار اليوم ان شاء الله تاكليه 20 مره، بس كل مره تدي معلقتين ثلاثه. واتبع الطفل مع الدكتور بتاعه. طالما الطفل بيعمل بول كويس، بيعمل بول مية كويس، والطفل ريقه موجود، ريقه مش ناشف، والطفل فايق ومصحصح وجميل، ما تخافيش. حتى لو فضل الاسهال موجود 5 6 ايام، حتى لو 10 ايام، لكن الطفل مش ظاهر عليه اعراض جفاف، وانت بتعوضي السوائل كويس بالرضاعة وبمحلول الجفاف والشربات اللي قلتلك عليها، ما تخافيش. هتلاقي الموضوع هيقعد مع الطفل من 5 ايام لاسبوع، وهيخف ان شاء الله، والاسهال هيقف، وكل حاجة هتبقى تمام التمام. ده السيناريو الاولاني. طيب السيناريو الثاني، ان الطفل نديله علاج للترجيع، نديله حقن للترجيع والترجيع ما يقفش، او ان الطفل يجيلنا وهو ظاهر عليه اعراض جفاف، يعني هو الطفل جاي بجفاف. خلاص، في الحالتين دول لازم الطفل يتحجز في المستشفى، لان في الحاله دي انا لازم اعوض السوائل اللي الطفل بيفقدها عن طريق الوريد،
يعني الطفل ده انا بديله علاج للترجيع والترجيع ما بيقفش، كل ما اديله سوائل يرجع، كل ما اديله سوائل يرجع. طب انا هعوض له ازاي؟ انا مش عارف اعوض بالفم، فهعلق له بقى محاليل بالوريد. في الحاله دي الطفل لازم يدخل المستشفى. نفس الكلام لو الطفل جاي لي عنده جفاف، عنده جفاف اهو بالفعل، الافضل ان العلاج هنا يكون سريع، فالافضل ان الطفل يتحجز في المستشفى ويعلق محاليل بالوريد. في الحاله دي الدكتور هو اللي هيحدد الجرعات بتاعه الطفل وكميه المحاليل اللي ياخدها وهيقعد في المستشفى قد ايه. طيب الطفل هيقعد في المستشفى ويعلق محاليل قد ايه؟ لحد ما علامات الجفاف تختفي، ولحد الطفل ما يوقف ترجيع، الترجيع يقف. وعشان اتاكد قبل الطفل ما بيخرج من المستشفى بنجيب له محلول الجفاف بالفم ونبتدي نديله. لقينا الطفل بياخد وما بيرجعش نحاول نديله بعض الاكلات الخفيفه، رضاعه طبيعي لو كان بيرضع، لو طفل كبير شويه نعمل له شويه شوربه رز ولا حاجه ونديله. لو الطفل اخد محلول الجفاف واخد رضاعه واخد سوائل وما رجعش يبقى الطفل ده كده ينفع يروح حتى لو الاسهال لسه موجود. لكن في الحاله دي اقدر اروح الطفل ليه؟ لان الترجيع وقف، فاقدر اعوض سوائل في البيت. انا هنا مش محتاج ان انا اعوض بالوريد، انا اقدر اعوض هنا من خلال الفم. ده السيناريو التاني. طيب اخر حاجة هنقولها بقى عشان نحمي نفسنا بقى من وجع القلب ده كله، الافضل ان احنا ندي تطعيم الروتا للاطفال لو احنا ينفع نديه. تطعيم الروتا في مصر تطعيم اضافي مش تطعيم اجباري، يعني مش موجود في التطعيمات اللي الاطفال بياخدوها مجانا في الوحدة الصحية، لكن ده تطعيم احنا بنشتريه على حسابنا. خلاص كده؟ طيب بس ليه شروط معينة. ايه الشروط دي؟ اول حاجة تطعيم الروتا الجرعة الاساسية بتاعته بتبقى جرعة عند عمر شهرين وجرعة عند عمر 4 شهور، وده بيبقى عبارة عن مية موجودة في حقنة وبتتاخد بالفم، الطفل بيشربها بيتاخد بالفم. خلاص كده؟ الطفل بياخد جرعة عند شهرين وجرعة عند 4. طيب انا طفلي يا دكتور عدى الشهرين، اكبر من شهرين، ينفع اديله تطعيم الروتا؟ هقولك ده الشرط التاني. ايه هو؟ الطفل لازم ياخد اول جرعة من تطعيم الروتا قبل ما يتم 5 شهور. طب طفلي يا دكتور تم 5 شهور وما اخدش اول جرعه من تطعيم الروتا، ينفع ياخده؟ هقول لحضرتك لا، كده التطعيم ده فاته. فلو حضرتك معاك طفل عمره اقل من 5 شهور وما خدش تطعيم الروتا، الافضل ان انت تبداي تديهوله دلوقتي. طب تطعيم الروتا ده موجود فين؟ موجود في مركز المصل واللقاح، وموجود في الصيدليات الكبيره، وموجود عند بعض دكاتره الاطفال. خلاص؟ التطعيم اسمه ايه؟ اسمه روتا ريكس. تطعيم الروتا ريكس بيبقى جرعتين، بندي جرعة عند شهرين وجرعة عند 4 شهور. طب يا دكتور ينفع انا اشتري التطعيم واديه للطفل في البيت؟ اه ينفع، لانه تطعيم بيتاخد بالفم مش حقنة الطفل بياخدها عضل، لا ده تطعيم بالفم. هتروحي تجيبي تطعيم الروتاريكس وتديه للطفل جرعتين، جرعة عند شهرين وجرعة عند 4. لو طفلك تم 5 شهور وما خدش اول جرعة يبقى مش هينفع ياخده، كده التطعيم هيبقى فاته. خلاص كده؟ تمام؟ تمام. تطعيم الروتا بقى هيحمي الطفل من فيروس الروتا والجفاف والصداع ووجع القلب اللي احنا بنشوفه منه. عيال كتير لما بياخدوا فيروس الروتا بيبقى شديد قوي وبيعمل اسهال جامد وترجيع جامد وبيقعد فتره طويله والطفل بيجي له جفاف ونتحجز في المستشفى وبيبقى وجع دماغ. فلو انا عندي تطعيم اديه للطفل انا اديه له اريح دماغي من وجع القلب ده كله. خلاص كده؟ ده فيروس الروتا.